كاس النادي الكويتي لسباق ليجن، وشوط لجيان قعدان على مسافة 4 كيلومترات، وانطلاقة طيبة وإلى المضمار. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله تعالى نجدد لكم التحية مع هذه الانطلاقة الموفقة بحول من الله تعالى ورعايته، ومع انطلاقة خامس أشواط هذا المساء، ومع شوط اللقيان قعدان مسافته المحددة والمخصصة 4 كيلومترات، ومع الانطلاقة الموفقة بعون من الله تعالى ورعايته، والشوط شوط الكأس، كأس مقدم من النادي الكويتي لسباق الهجن، ومع انطلاقة شوط اللقيان قعدان مسافته المحددة والمخصصة 4 كيلومترات، ونحن هنا نتواجد ومع مقدمة الشوط، ونحن في طريقنا إلى الأمام ومع صاحب المركز الأول هنالك. نرى الساعي لحشر بن ظفر الهاجري في أول المراكز، ويحتل المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة، بينما نغلتنا على ثاني المراكز اللي هو الجذاب لزيد بن سعد الإجباري في ثاني المراكز، المركز الثالث مزاح لزيد بن سالم المري في ثالث المراكز المركز الرابع، بينما نقلتنا على رابع المراكز ولحظات، ونقول لكم رابع المراكز هنالك حامل رقم 3 اللي هو المتحد لمطلق بن سعد المطيري في رابع المراكز، بينما نقلتنا على المركز الخامس اللي هو النادر أبناء الشهيد بدر أحمد الصباح في خامس المراكز، المركز السادس الشادي لحسيب الفراج الوطيب في سادس المراكز، المركز السابع حامل رقم 17 اللي هو شقران الفيصل بن مقبل العقب في سابع المراكز، نقلتها إلى ثامن المراكز ثويري بن سالم الدوسري على ما أعتقد اللي هو المتحد، والمركز التاسع شعار شنار محمد الهاجري على ظهر أو بالفعل الجنيح لشنار محمد الهاجري، وأيضا من زحيم حمر المركز العاشر على ما أعتقد هنالك شعار حامل رقم 1 اللي هو بشار الغريب بن عايد العنقودي. إذا مشاهدي الأعزاء نعود وأحمد بإذن من الله تعالى ورعايته وإلى مقدمة الشوط، و2000 متر تفصلنا عن خط النهاية. إذا مشاهدي الأعزاء كأس هو الليلة، كأس اليوم كؤوس، اليوم يوم الكؤوس، وبالفعل هنالك المركز الأول، هنالك مزاح ومزحة ثقيل بالفعل، و1800 متر تفصلني عن خط النهاية، وها هو مزاح لزيد بن سالم المري في أول المراكز، ويحتل المركز الأول ويبتعد عن بقية المنافسين. يا سلام. بينما نقلتنا على المركز الثاني على ما أعتقد حشر بن ظفر الهاجري اللي هو الساعي في ثاني المراكز، المركز الثالث الجذاب لسعد بن زيد الإجباري في ثالث مراكز، المركز الرابع هنالك المتحد لمطلق بن سعد المطيري، والمركز الخامس النادي أبناء الشيخ فهد الأحمد الصباح، المركز السادس هنالك الشادي لحسين بن فراج الوطيف العزم، ولكن نعود مع المقدمة هو موقع الجدارة والكأس بالانتظار، كأس مقدم من المجلس لسباق الهجوم، وروح مع مزاح وبالفعل مزحة ثقيل، وقلت لكم وها هو مزاح لزيد بن سالم المري في أول المراكز، ويحتل المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة، ها هو مزاح بالفعل مزاح لزيد بن سالم المري يحتل المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة، بينما نغلتنا على المركز الثاني حشر بن ظفر الهادي متواجد، وأيضا مطلق بن سعد المطيري وأبناء الشهيد الشيخ فهد أحمد الصباح
وانسى عاد بن زيد الجباري واحسب في الرجل طيب على ظهر الشادي، ولكن روح مع مزاح روح ومزاح مزحه ثقيل. الله شكرا شكرا بالفعل كل شكر لزيد بن سالم المري على هذا العرض الطيب والممتاز، ومع الانطلاقه والانفراده في اول المراكز. اذا مشاهدينا الاعزاء حفلنا الكريم مشاهدينا عبر قناة الزردة الرياضية وفي المنصة الرئيسية هنالك مزاح، ولكن عطني لقطة على المركز الثاني، عطني لقطة على المركز الثاني، هنالك النادر، النادر واصل والنادر واصل لأبناء الشهيد الشيخ فايز الأحمد الصباح. لكن يا هل ترى خلوني مع مزاح وروح يا أخوي زيد بن سالم يا المري واصلك واترك واصلك جلال السوداني على ظهر النادر، لكن خلاص على ما اعتقد خلاص اذا استمر على هذا الحظ الممتاز. شكرا لزيد بن سالم المري على حسن مزاح في المركز الاول والناموس وصول خط النهايه. الف مبروك والناموس لسيد سالم زيد بن سالم المري على حسن المركز الاول والمركز الثاني. ابناء الشيخ فضل احمد المركز الثالث، مطلق بن سعد المطيري المركز الرابع، زيد سعد الجباري المركز الخامس، الشاذلي الحسيبي فراج الوطيب المركز السادس، حشر بن ظفر الهاجري، وسابع المراكز الفويري بن سالم الدوسري، والمركز الثامن فيصل بن مقبل العجمي، والمركز التاسع غنيم بن عايد بن عايد العنقودي، والجنيه لشنار محمد الهاجري. اذا مشاهد الاعزاء كل التهاني والتبريكات لزيد بن سالم المري على حصول مزاح في المركز الاول لشوط الكاس وكاس النادي الكويتي سبورت راديو، وانتظرونا مع الختام والختام ومسك مع كاس الكؤوس وكاس سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح، وانتظرونا في الشوط القادم. الى اللقاء.